السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد، أستاذ آلة العود والنظريات الموسيقية. شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم، وشكرا من القلب لاشتراككم في القناة ومشاركة فيديوهاتي اللي على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي دائما تحفزني في تقديم ما هو جديد، وتحفزني من خلال آرائكم الجميلة اللي هي تعطيني أكثر فوق أفكاري، أفكار جميلة جدا ورائعة. لذلك اليوم احنا بدينا بالأطوار الريفية اللي هي مهمة جدا، اللي هي إرث وموروث العراق المهم، واللي هي دائما راح ناخذها في هذه القناة العراقية لتعلم العود، قناة الأولى طبعا في تعلم العود. لذلك اليوم راح ناخذ الأطوار الريفية اللي بالعراق على آلة العود، وهذا الشيء جدا مهم. لاحظ أمامكم أنه الأطوار الريفية اللي هي موجودة معانا في طريقة، طبعا هي طريقة من أداء نوع من أنواع الغناء المبني على سلالة موسيقية معروفة، كما أن الطور هو طبعا يعني الأسلوب اللي يعتمد المغني وطريقة خاصة طبعا إلي في الغناء، ولكل مطرب طبعا إلي صفاته وبصماته وطريقة أدائه، هذا أكيد. لهذا الطور أو ذلك الطور كثير من الأطوار اللي هي حملت أسماء مكتشفيها وأسماء طبعا المدن وأيضا أسماء المناطق. أطوار ريفية طبعا بعض الأطوار سميت بأسماء أشخاص وبسبب مواهبتهم، بسبب موهبتهم الجميلة والرائعة. عندنا أول مقام أو أول طور إذا حللنا أول طور موسيقي، طور العنزي اللي هو مبني على سلم مقام السيقا المعروف، والسيقا من المقامات الموسيقية الأصيلة والمعروفة بالعراق والوطن العربي، و دائما يسموه الموسيقيون في مصر وسوريا ولبنان وبعض الدول العربية السيكا. ويتألف مقام السيقا من جنسين أساسيين، أول جنس سيقا ثلاثة على درجة السيقا، والجنس الثاني جنس رست على درجة النواصول صعودا. أما في حالة الهبوط فيتغير الجنس يصبح رست على درجة النواة، طبعا يصبح إلى جنس نهاوين بعد استبدال درجة الأوج بدرجة العجم، وكما في السلم أمامكم المخطط اللي وضعته لكم واللي هي أجناس أسفل السلم كتبت لكم إياها، وهذا أيضا أجناس، هذا بالنسبة لي نظريا أمامكم. أما عمليا على آلة العود فيصير راح يصبح عندنا سالفا مي بامي سالفا مي بامي مي بابا، نعيد سالفا مي بامي، حركات الإصبع تريل مي بابا، سالفا مي مي بابا، سالفا سالفا مي مي بابا، يبدي العزف تعلمتوها نغمات. Thank you.
هذا هو طور الأهنزي، واللي هو من الأطوار المهمة وجدا جميلة ورائعة من التراث والموروث العراقي. الأطوار الريفية معلومة لأصدقائنا العرب أنه غير المقام العراقي. أطوار الريفية اللي هي نشأت من حركة والأعمال اليومية للريف، وأيضا ابتكارات مطربين عراقيين شعبيين ومطربين عراقيين كبار، مطربين بالفطرة، مطربين موهوبين. يعني مثل المقام العراقي، المقام العراقي عندك محمد القبنشي العراقي اللي هو ابتكر مقام اللامي، أيضا هم ابتكروا الأطوار الريفية، وطبعا كلها تابعة لمقامات رئيسية لكن بروحية بثيمة جديدة بشكل جديد ومختلف، ويسمى أما مثل ما قلت لكم بأسماء اللي ابتكروها أو باسم المناطق الموجودة أو بأسماء كثيرة متداولة بالمنطقة الموجودة في مناطق جنوب العراق الحبيب. ونهاية الفيديو أحب أن أشكركم، وأتمنى أن استفادتوا، وأحب أن أشكركم لاشتراككم بالقناة، وانتظروني على الفيديو القادم إن شاء الله طور جديد، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.